السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في قاعات المحاكم حيث يفترض أن يسود العدل، تكتب فصول جديدة من الظلم. ميليشيا الحوثي تصدر أحكاما بالإعدام وتشن حملات تشويه ممنهجة ضد الضحايا، وهكذا تحولت أدوات إنفاذ العدالة إلى سلاح سياسي طائفي. ميليشيا الحوثي استهدفت على مراحل متتابعة فئات عدة في المجتمع لتدميرها، بدءا بالإفقار والتهميش من خلال قطع مرتبات موظفي الدولة وأساتذة الجامعات، ثم توجهت بخطوات أخرى نحو الفئات التي لم تتضرر من الخطوة السابقة، وهم موظفو السفارات ومنظمات الأمم المتحدة. فعمدت إلى سجن بعضهم بهدف إرهاب الآخرين وتهجيرهم، وما أحكام الإعدام بالجملة إلا واحدة من وسائل ميليشيا الحوثي لتدجين المجتمع وإخضاعه. القصة لا تتوقف عند حدود المحكمة، فالحوثيون يشنون حرب دعائية موازية، أفلام تصور الضحايا كخونة، ومقالات وخطب جمعة ولافتات دعائية عملاقة في الشوارع، كلها بغرض التنكيل بالمختطفين وإرهاب المجتمع. النازحون في مأرب من أبناء أمانة العاصمة نظموا وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة، ورفعوا عددا من المطالب القانونية لإنقاذ أبنائهم المختطفين. مشاهدينا، حول هذه القضية سيكون نقاشنا من برنامج زوايا الحدث، ولكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. في قلب مدينة مأرب نظم النازحون من أبناء أمانة العاصمة وقفة احتجاجية مطالبين بوقف استخدام ميليشيا الحوثي للقضاء وإنهاء إصدارها لأحكام إعدام بحق المختطفين في سجونها. هذه الوقفة ليست مجرد تعبير عن الغضب، بل هي صرخة في وجه انتهاكات ميليشيا الحوثي الجسيمة للدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. منذ استيلائها على السلطة بالقوة في العام 2014، مارست ميليشيا الحوثي سياسة ممنهجة لتسخير القضاء كأداة سياسية مستهدفة المعارضين والنشطاء والمدنيين، وتجلى ذلك في إصدارها أحكام إعدام جائرة بحق المئات من المختطفين بناء على محاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنصاف. خلال السنوات الماضية أصدرت ميليشيا الحوثي في صنعاء عشرات من أحكام الإعدام بحق مئات من المختطفين والمشردين، وتزامن صدور الأحكام مع حملة دعائية واسعة ضد الضحايا تضمنت نشر اعترافات مفبركة تتهمهم بالخيانة والتآمر. وبحسب خبراء في القانون، فإن ميليشيا الحوثي تستخدم القضاء والإعلام في الوقت نفسه للتنكيل بالضحايا، مشيرين إلى أن ما يصدر عن ميليشيا الحوثي من أحكام تعد باطلة من الناحية الشرعية، غير أن ميليشيا الحوثي تمتلك القدرة على تنفيذ بعضها، الأمر الذي يؤكد أن حياة مئات المحكومين بالإعدام محفوفة بالخطر الشديد. بحسب خبراء، فإن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في محاكمات عادلة فحسب، بل إنها تمثل أيضاً خرقاً واضحاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام القضاء كوسيلة للتنكيل السياسي، كما أن استمرارها يقوض مصداقية القضاء اليمني ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب بضيوفي. سينضم إلينا السيد فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، وسينضم إلينا أيضا السيد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام. مرحبا بكم ضيفي. أبدأ مع مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة السيد فهمي الزبيري. سيد فهمي، مرحبا بك. أسعد الله أوقاتكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. وضيفك الكريم الأستاذ حسين. أهلا بك. سيد فهمي، كيف تقيمون الوضع الحقوقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بمحاكمات الجملة الأخيرة؟ طبعا الجانب الحقوقي لا توجد أي منظمات حقوقية أو أي ناشطين حقوقيين مستقلين لرفض هذه المحاكمات غير العادلة وغير القانونية. هناك ممارسات يعني تعسفية، هناك متواصلة من ميليشيا الحوثي، وكما نشاهد بعد أن تقوم باختطاف المواطنين والمدن والأبرياء لسنوات عديدة وتقوم بإخفائهم قسرا عن أقاربهم وعن العالم الخارجي وعن أحبائهم، ويقوم بتعذيبهم ومنصب أخرى
المؤسسات وصندوق الانتكاك بعدها يقومون بمسرحيات ومحاكمات شرع مجموعه الاموال و هي وسط اجراءات غياب الاجراءات الاستقرار العام والتوكيل المرتقبي والحق في المحاكمه العادله وهذا كله. نعم سيد فهمي، هناك مشكلة واضحة في الصوت بسبب الاتصال من المصدر، سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى. أذهب لضيفي السيد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام. سيد حسين مرحبا بك ومساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ والمشاهدين والأستاذ فهمي. أهلا بك سيد حسين. يعني فيما يتعلق بالوضع، كيف تصف الوضع في مأرب في ظل وجود آلاف من أقارب المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أن الوقفة اليوم هي تعبر عن هذه أو تجيب عن السؤال الذي طرحته في جابي، هو أن المختطفين بشكل عام تعرضوا لكثير من الظلم. يعني اما يعني هناك من تم اختطافهم، يعني كل المختطفين الذين في السجون يتم اختطافهم بدون اي مبرر، بدون اي ارتكاب جريمه، بدون اي تحاكم الى قانون على الاطلاق. حتى الوضع القانوني بشكل عام الذي يتم الان محاكمه المختطفين عليه هو وضع شاذ. يعني كيف لقاضي اقسم اليمين او نشأ وتخرج من القضاء اليمني وينتمي ويؤمن بالدستور اليمني، كيف له أن يحاكم يمنيين بناء على تهم تقدمها جماعة أو طائفة انقلبت على الدستور الذي يفترض أن يحاكم إليه؟ يعني المفروض أن هناك محاكمة لهذه العصابة التي تحاكم اليمنيين، لأنها هي انتهكت الدستور والقانون الذي على أساسه يحاكم هؤلاء. وبالتالي من يتعرض للاختطاف والتعذيب هؤلاء يتعرضون لكثير من الظلم، كونهم لا يعني يعرضون على اي قانون على الاطلاق، ثم لما تم الافراج عنهم يتم نفيهم من مناطقهم من اماكن عملهم واخراجهم بشكل يعني فوضوي حتى مباره مشرعا من قبل الامم المتحده للاسف الشديد. يعني من يتم اخراجهم يتم اخراجهم الى خارج اماكن سكنهم، وهؤلاء منهم من يعيش هنا في مأرب ومنهم من يعيش خارج اليمن لانه تم الافراج عنه واقر به من بلاده من منطقته من سكنه من عمله من حارته. وهي هذا الذي يعكس الوقفه اليوم، وقفه اليوم تقول انهم بعيدون عن اهلهم، بعيدون عن المختطفين، هناك من يتعرض لحالات الاعدام، لا يسمح لهم بالزياره، لا يعرفون عن اماكنهم، اكثر من 80 مثلا مخفي قسرا لا احد يعرف عنه شيئا، هناك ايضا من تم الحكم عليهم بالاعدام ثم تم الافراج عنهم مع انه حكم عليهم بالاعدام بشكل غير واضح وغير مفهوم وغير مبرر وبلا ادله وبلا قضاء عادل، ثم يتم الافراج عنهم ثم يحكم على اخرين بنفس الاليه وهو تسييس القضاء ولعب واضح ومفهوم. نعم، ابقى معي سيد حسين. عاد إلينا من جديد السيد فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، وكنا قد تحدثنا قبل أن نفقد الاتصال بسبب الصوت سيد فهمي عن الوضع الحقوقي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والمحاكمات الأخيرة. صف لنا الوضع لأن الصوت لم يكن مسموعا في الدقائق السابقة. نعم، هناك قلت لك سلسلة من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المختطفين، يعني بعد أن تقوم بعملية إخفائهم قسرا واختطافهم بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي والقيام بتعذيبهم وإكراههم وإجبارهم على الإدلاء بمعلومات وفقا لأهواء الميليشيا الحوثية، تقوم بعملية مسرحيات و بعمل محاكمات هزلية سياسية، ويقومون وأيضا هذه الإجراءات وهذه المحاكمات تفتقد إلى أدنى المعايير، الحق في التوكيل، الحق في الدفاع عن النفس، الحق في توكيل محامي أو والاطلاع على ملف القضية، هذه كلها لأنها ميليشيات أصلا وعصابة مسلحة سطت على الدولة وعلى مؤسسة الدولة وعلى القضاء. هي تقوم اليوم بتدمير، بعد ان دمروا المؤسسه التشريعيه والتنفيذيه يدمرون القضاء والمؤسسه القضائيه، ويقومون ب يعني تكوين
خلق يعني كيانات وهيئات ومنظومات عدلية كما يسمونها خارجة على الدستور وعلى القانون. وهذه المحاكم الذي يقومون بها تم نقلها بقرار جمهوري إلى أماكن أخرى، ولذلك هي تعتبر منعدمة الشرعية أصلا. ومع هذا يقومون باستخدام القضاء كمقفلة وكسيف وعصا غليظة ضد المعارضين وضد القضاء. طيب إلى أي مدى يتم رصد هذه الانتهاكات وهذه المحاكمات الباطلة وكل ما يمارس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ نعم، يتم رصدها وفقا للمعايير المعمول بها. أقصد هل ترصد بشكل كامل أم أن هناك يعني أجزاء كبيرة من عمليات الرصد لا تتم؟ مرصودة بالمحاكم ومن هم القضاء الذين يقومون بهذه الإجراءات، وهناك ستصدر لائحة سوداء بالقضاء وأعضاء النيابات والمتعاونين مع ميليشيا الحوثي بإصدار خاصة أحكام الإعدام. ستصدر من ومتى؟ يعني هل هذا الأمر مؤكد؟ بالتأكيد هناك دعوات ومطالب قوية للحكومة اليمنية والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى من أجل إصدار لائحة سوداء بهؤلاء القضاء والمتعاونين مع ميليشيا الحوثي العاملين في المحاكم والنيابات، ونتمنى بإذن الله أن تصدر قريبا، لأنه لا توجد أداة ردع وعقوبة لهؤلاء القضاة. أقصد سيد فهمي، هل هناك بوادر فعلية لأن تتم هذه الخطوة في القريب أم أنها مجرد دعوات ومناشدات حتى الآن؟ طبعا تم تقديم أسماء القضاة من قبل جهات لا أود أن نذكرها، وهناك وعود بإصدار لائحة سوداء بالقضاة والمتعاونين من ميليشيا الحوثي، خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام. ولولا تلك أسطورة وتلك الالتفاف الشعبي وتلك الغضبة الشعبية عندما قامت ميليشيا الحوثي بإعدام أبناء تهامة، ربما كانت أعدمت المئات كما فعلت إيران بعد الثورة الإيرانية عندما نصبت المشانق والمحاكم الثورية التي هي أصلا خارج نطاق الدستور القانون. هم الآن ينقلون التجربة الإيرانية لإعدام المعارضين وتصفية الخصوم، لكن في اليمن عندما قامت ميليشيا الحوثي بإعدام أبناء تهامة شاهد الجميع في الداخل والخارج ذلك السخط الكبير من قبل أبناء الشعب اليمني وعدم الرضا بهذه الممارسات وبأنها قتل خارج نطاق القانون. وقاموا أيضا بقتل أحدهم، كان لا زال حدثا تلك النظرات وتلك العيون ما تزال حاضرة في أذهان أبناء الشعب اليمني. نعم، ابقى معي سيد فهمي. أعود لضيفنا السيد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام. سيد حسين، فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت في محافظة مأرب لأسر الضحايا، يعني كيف تعلقون على هذه الوقفة؟ أعتقد أنها تعزز ما ذكره الأستاذ فهمي في مكتب حقوق الإنسان. أعتقد من الشخصيات التي تنشط من الجانب الحكومي، ونتمنى أن يكون هناك صوت مسموع، لأنه الضعف والخلل المفقود والحلقة المفقودة والغائبة اليوم هو دور الحكومة للأسف. يعني هذه الأصوات التي ترتفع، المطالبات التي ترفع منذ أكثر من سنوات، هناك فجوة كبيرة بين الجانب الشعبي والرسمي، بين الجانب الشعبي وبين أيضا دور الحكومة وأدائها. يعني ما طرحه الأستاذ تامي حول اللائحة السوداء بهؤلاء القضاة الذين هم أصلا يدينون أنفسهم، القبول بالعمل مع ميليشيا انقلبت على الدستور وانقلبت على القانون ولا يوجد لها أي صفة دستورية أو قانونية، هذا بحد ذاته يعتبر إدانة لأنفسهم. وبالتالي ما هو المطلوب الآن من الحكومة الآن أن تستمع لأصوات الضحايا، هؤلاء الذين خرجوا اليوم من أبناء المختطفين وأيضا من أهاليهم وذويهم ومن المتعاطفين معهم ومن مناصري حقوق الإنسان ومن رابطة أمهات المختطفين وغيرها من الأصوات، كلها كانت تطالب الحكومة إلى وقت قريب أن تقطع الرواتب عن القضاة الذين لا يزالون يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية وهم يشتغلون مع ميليشيا الحوثي. هذا جانب. الجانب الثاني، اللائحة السوداء اليوم مطلوب منها أن تصدر
بشكل عاجل، لان هذه القضاء هؤلاء القضاء الملطخ ايديهم بدماء اليمنيين والذين عرضوا القضاء اليمني وسيسوه ويعني شوهوا بسمعته، ويعني لو اعناق النصوص القانونيه و يعني قتلوا بقتل اليمنيين تحت الذرائع ومسميات هي في الاصل سياسيه، هؤلاء عليهم اليوم ان يصدر بحقهم لائحه سوداء وان تتخذ بحقهم ايضا يعني ردع يمنعهم من استمرار عملهم. ثالثا، المبعوث الاممي لا يزال يتلاعب بملف المختطفين، لا يزال هناك تسييس لهذه القضيه وهي قضيه انسانيه. هناك قانون يمنع الاخفاء القسري ويجرمه ويحرمه ويجرم من يعني يتعامل معه، وتعتبر جريمه ضد الانسانيه، والامم المتحده اصدرت في عام 2007 قانون خاص يمنع الاخفاء القسري واعتبرته جريمه يعني يجب استئصالها كما نص عليه مواد قانون الاخفاء القسري. ومع ذلك لا يزال المبعوث الاممي يفاوض في محمد قحطان مع انه مخفي قسريا، ومع ان القانون الذي نصت سنته الامم المتحده وصادقت عليه كل الدول تنص على انه كل الدول الاقليميه والمجتمع الدولي يجب ان يتعاون لمنع جرائم الاخفاء القسري وتصفيرها، ومع ذلك الحكومه لا تزال حتى اللحظه فاقده لدورها، او لا تزال تتعامل بايادي مرتعشة، او ان هناك ضعف في الوعي القانوني لدى الحكومه للاسف الشديد. نعم، إذن ابقى مع سيد حسين. أذهب مرة أخرى لضيفي فهمي الزبيري. سيد فهمي، فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية والاحتجاجات التي تتم، يعني هي تعتبر أبسط وسيلة أو الوسيلة المتاحة للمظلومين والمقهورين للتعبير عن آرائهم أو إيصال أصواتهم في قضايا معينة. بالتالي هل هذه الوقفات عندما تخاطب المبعوث الأممي أو تخاطب مجلس القيادة، هل تصل إلى هؤلاء أو هذه الجهات، أم أنها يعني هناك يعني تتم الكثير من الوقفات والمناشدات ويعني لا يوجد ما يوصل أصوات الناس إلى هذه الجهات؟ نعم، لا شك بأن الفعالية الشعبية لها وقع كبير في 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 عملية المناصرة والتأييد والحشد لورفع أصوات المظلومين وإيصالها إلى الجهات المعنية، سواء إلى الحكومة أو إلى مجلس القيادة أو إلى المنظمات والهيئات الدولية أو إلى المبعوث الأممي. ونحن أيضا نقول هنا وأؤيد ما قاله الأستاذ حسين، يجب أن لا يتجاوزوا يعني مطالب الضحايا وأن لا يقفزوا على حقوق الناس والمظلومين. اليوم تتم هناك صفقات و يعني مشاورات ومفاوضات بعيدة عن ربما عن مطالب وإرادة الشعب. يجب أن تكون أصوات هؤلاء المظلومين حاضرة في هذه المفاوضات، وأن لا يتم تجاوز الملف الحقوقي والإنساني، خاصة المخفيين قسرا والمحكومين الذين يتعرضون لمحاكمات غير قانونية في مناطق سيطرة الحوثي. يجب أن يكون هذا الملف في سلم الأولويات بالنسبة للمبعوث الأممي وللجهات للفريق المفاوض الحكومي أصلا ولمجلس القيادة الرئاسي. يجب أن يكون في مقدمة الملف الإنساني وملف المختطفين والمخفيين قسرا الذين يتعرضون للتعذيب ومحاكمات غير قانونية ويتعرضون أصلا أيضا لخطر عقوبات الإعدام. نعم. طيب سيد فهمي، هل من رسالة توجهونها للحوثيين فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان؟ بالنسبة للحوثي أصلا لا تنفع معه المطالب أو التوصيات أو المطالب، لأنه أثبت خلال السنوات العشر الماضية بأنهم أداة قتل وأداة انتهاكات. هم لا يستطيعون التأقلم والعيش في أجواء هادئة وأجواء سلام، ولا يستطيعون أصلا العيش في 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 ظل الدستور والقانون. هم يخترقون الدستور والقانون وينتهكونه، بداية بموضوع الولاية والحق الإلهي في الحق. هم يتعارضون تماما كليا، يتناقضون مع الدستور والقوانين اليمنية، ثم يتشتقون بالانتهاكات الذي يقومون بها ببعض القوانين وبعض مواد الدستور، وهي بعيدة عن مخيلاتهم أصلا.
هم ينتهكون الدستور بشكل واضح وبشكل كبير، وينتهكون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والقوانين الدولية، وفي أولها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان. نعم، أشكرك سيد فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة. وأعود لضيفي السيد حسين الصوفي، وبنقطة أخيرة هنا، يعني هذه محافظة مأرب التي تحتضن معظم من نزحوا وهربوا من قهر وتنكيل ميليشيا الحوثي، بالتالي هنا كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المحافظة في ظل الوضع الراهن؟ من أي ناحية؟ يعني من ناحية أنه هذه المحافظة اليوم احتوت كل الناس، ويعني تشهد بشكل متتالي العديد من الوقفات الاحتجاجية، بالتالي أيضا هناك من ما زال ينزح إلى هذه المحافظة حتى اليوم. مستقبلا يعني هذه المحافظة كيف ترون وضعها في ظل هذه الحالة؟ بالتأكيد كان لنا لقاء، وأعتقد أن هذا يختزل الصورة عن مأرب. كنا في القاهرة والتقينا بالاتحاد الدولي للصحفيين، وكان هناك نقاش حول وضع الصحافة في اليمن، فأجمع الجميع هناك في ذلك النقاش أن المحافظة الوحيدة التي يمكن لك أن تبرز فيها بطاقتك الصحفية في أي وقت من الأوقات، ويقول لك تفضل على العين والرأس، كانت هي محافظة مأرب. يعني بعكس كل المحافظة، سواء كانت المحافظة المحررة أو غير المحررة، يعني هناك تضييق على حرية الصحافة، هناك أيضا يعني نوع من القلق في بعض الأحيان، لكن مأرب تبقى هي الحاضنة للنظام القانون، حاضنة للجمهورية، لمؤسسة الدولة، أيضا العمل الحقوقي، حاضنة للعمل الصحفي، هنا مؤسسات الصحافة، القنوات، مكاتب القنوات، المواقع الإخبارية، كلهم هنا متواجدون في مأرب. وأعتقد أن هذه هي الصورة الناطعة للدولة، مع كل الملاحظات التي يعني احيانا تطرا هنا وهناك. فالوضع ليس بصوره مثاليه، لكن انا اتحدث عن ان هناك الحقوق الاساسيه او الارضيه الصلبه التي هي يعني للحقوق المدنيه متواجده وواسعه، واعتقد سقفها السماء وستظل باقيه لانها هي نواه الجمهوريه. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام. ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من زوايا الحدث. أشكركم على حسن الصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل موسى النمراني، وهي من جميع أفراد الطاقم. في أمان الله.